نبتدي بالنادي الاهلي؟ ماشي، نبتدي بالنادي الاهلي عشان عندنا كلام كتير مهم جدا بخصوص منتخبنا الوطني. نشوف اخبار نادينا العظيم الاول ايه. النادي الاهلي تحديد، عايز ابتدي بالكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي، واللي صرح بعد مباراه الامس، مباراه كانت وديه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي امام فريق المتحده، والمباراه دي كانت في اطار عدد كبير من المباريات، او بالتحديد 4 مباريات استعدادا للنادي الاهلي في الموسم، او استعدادات النادي الاهلي في الموسم الجديد بالتحديد. عندك دي كانت اول مباراه هنا في القاهره، عندك 3 مباريات تانيين هناك في اسبانيا في معسكر الفريق ان شاء الله، اللي هيكون يبتدي باذن الله فعليا من يوم السبت. الفريق هيسافر يوم الجمعه، المعسكر يبتدي ان شاء الله باذن الله من يوم السبت. كابتن محمد يوسف قال المباراه امبارح كانت مهمه قوي، مباراه المتحده، وقال ان احنا كان مهمه بالنسبه لنا ان احنا نبص على عدد كبير جدا من اللاعبين، خصوصا بعد فتره تحضيريه من الجانب البدني والفني كانت على مدار اسبوعين فاتوا، فبالتالي كنا عايزين نطمن على حاله اللاعبين سواء بدنيا او فنيا عشان نشوف النواقص هتكون ايه، او النواقص بالنسبه لنا بانت في ايه، ونحاول نعالجها. وده شيء مهم جدا في مرحله هي الاساس بالنسبه للموسم الجديد، وهي الاساس بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله عشان يبقى واقف على رجله، ولاعيبه النادي الاهلي يبقوا واقفين على رجليهم ان شاء الله في الموسم الجديد، وده اللي احنا متوقعينه متفائلين بيه خير بشكل كبير جدا. كمان الكابتن محمد يوسف تطرق لايه؟ تطرق لبعض لاعبي النادي الاهلي الشباب واللي قدروا ان هم يبصوا عليهم كجهاز فني بالكامل بقياده مستر الاستقلال مباراه الامس، وقال ان احنا اصرينا ان احنا نخلي المباراه على 4 أشواط علشان نقدر نبص على اللاعبين بشكل أوضح وبشكل أفضل، وإن احنا نجرب أكتر كم ممكن من اللاعبين الموجودين، وخصوصا النادي الأهلي عنده طبعا قوام كبير جدا من لاعبيه بالإضافة لبعض العناصر الشابة في تدريبات النادي الأهلي خلال المرحلة السابقة. مباراة أكيد كانت مهمة، وإن شاء الله النادي الأهلي من خلال هذه الفترة يخرج بأكبر المكاسب بإذن الله استعدادا لما هو قادم من مباريات وتحديات كتير إن شاء الله بإذن الله في الموسم الجديد. الفريق إن شاء الله هيتمرن على استاد مختار التتش إمتى؟ يوم الجمعة القادم. النهاردة أجازة، بكرة إن شاء الله هيكون مران النادي الأهلي الصباحي بالتحديد في تمام الساعة 9 صباحا، بعديه مباشرة الفريق هيتوجه لمطار القاهرة الدولي وهيصلي الجمعة هناك، وبعد كده هيتحركوا ان شاء الله بطياره خاصه لاسبانيا، وده شيء مهم ومميز جدا. وزي ما قلت لحضراتكم في 3 مباريات وديه هناك للنادي الاهلي في اسبانيا، مباراه هتكون يوم 7 يوم 11 ويوم 15 باذن الله، فبالتالي حتى الان الامور ماشيه بشكل جيد جدا، واكيد قناه الاهلي هتغطي معسكر اسبانيا بشكل كامل متكامل وكل الكواليس الخاصه بهذا المعسكر. نروح لاخبار بعض اللاعبين، وبالتحديد فيما يتعلق باحمد علاء لاعب النادي الاهلي، واللي كان عنده اصابه في ايده، فبالتالي ما كانش بيشارك في التدريبات وما شاركش كمان في المباراه الوديه بالامس، لكن خلاص هو بيتعافى وممكن خلال يومين باذن الله يكون جاهز للمشاركه في التدريبات، يعني باذن الله لما الفريق يوصل لاسبانيا ممكن احمد علاء يكون متواجد في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي. فيما يتعلق باحمد الشيخ وعمار حمدي، احمد الشيخ لعيب كبير جدا، لعيب مهم ايضا، نفس الحال بالنسبه لعمار حمدي، لاعب شاب ومبشر، وباذن الله هيكون اضافه قويه للنادي الاهلي في حاله استمراره في الموسم الجديد مع الفريق. الاثنين عندهم اصابات مختلفه، احمد الشيخ عنده كدمه في الكاحل بيتعافى منها ايضا في فحص طبي ليه بكره باذن الله، سواء هو او عمار حمدي اللي عنده كدمه في احدى ذراعيه، فبالتالي صعب ان عمار حمدي ايضا يكون متواجد في مران الغد، لكن ممكن ان شاء الله باذن الله الاثنين يكونوا جاهزين مع اوائل التدريبات هناك في اسبانيا. ده هيكون على حسب التقرير الطبي وعلى حسب الفحص الطبي ومدى امكانيه مشاركتهم في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي في اسبانيا. باذن الله الامور كلها تمشي بشكل جيد، باذن الله المصابين كلهم يكونوا جاهزين، عشان هي مرحله مهمه لكل لاعب، هي مهمه طبعا في المجمل النادي الاهلي، لكن كل واحد عايز يثبت نفسه ويثبت حقيته بالتواجد في النادي الاهلي من خلال معسكر مهم جدا جدا زي ده. في المقابل كريم نيدفيد بيواصل تنفيذ البرنامج التاهيلي بعد جراحه الغضروف الركبه، احنا عارفين ان نيدفيد كان عنده جراحه في غضروف الركبه يعني في وقت سابق، وعمل العمليه هناك في المانيا، وبالتالي بيتعافى من هذه الاصابه من خلال بعض التدريبات العلاجيه وبعض التدريبات التاهيليه. هيكون متواجد كمان مع النادي الاهلي في معسكر اسبانيا، وهيواصل برنامجه التاهيلي هناك في اسبانيا، ووقت ما هيكون جاهز هينضم للتدريبات الجماعيه بشكل طبيعي جدا مع الفريق. واحد نجوم النادي الاهلي كريم نيدفيد، وعنصر هام جدا ان شاء الله باذن الله في تشكيله النادي الاهلي للموسم الجديد.